أجواء رائعة، أجواء من البهجة عشناها كلنا وشفناها من خلال الفعاليات والحفلات اللي موجودة في مهرجان العالم عالمين في نسخته الثانية. طبعا فعاليات المهرجان مستمرة لحد نهاية أغسطس اللي جاي، واحنا دلوقتي قدام مشهد مهم جدا لأنه المهرجان قدر أنه يستقطب عدد كبير من الأسماء اللامعة من نجوم الوطن العربي. طبعا آخرهم كان امبارح الحفل المبهر اللي عمله القيصر الفنان كاظم الساهر، والنهاردة عندنا برضو حفلة لا تقل أهمية، يعني النجمة الكبيرة ماجدة الرومي والمايسترو نادر عباس. النهاردة حفلة مهمة جدا يا هبة. طبعا سماء العالمين بتجدو بالطرب الأصيل، إقبال كبير كان امبارح في حفلة كاظم الساهر، وقد إيه حب الجمهور اللي ظهر للفنان الجميل، خصوصا أن مصر كانت المحطة الأولى والرئيسية لانطلاقته وشهرته. علشان كده هو بيشوف كاظم الساهر مصر تحديدا وكل الفنانين العرب اللي انطلقوا من الأراضي المصرية بأنهم بيعبروا في مناسبات كثيرة ومختلفة عن عميق الحب الشديد للشعب المصري. بصراحة فعاليات المهرجان بتتم بأفضل صورة، وده حاجة بتكشفها كمان أو بيكشفها حجم إقبال الناس على الحفلات. التذاكر اللي بتطرحها شركة تذكرتي بتخلص على طول، ده شفنا طبعا مع النجم منير وكاظم وماجدة الرومي وعمرو دياب وغيرهم كمان من النجوم. وكمان التنظيم للحفلات من أروع ما يكون، رغم الإقبال لكن المنظمين قدروا أن هم يتغلبوا على الزحام والإقبال الشديد من قبل المواطنين. أكيد طبعا التنظيم والدقة خصوصا في النسخة الثانية لمهرجان العالم عالمين، النسخة الثانية فيها كل ما هو جديد ومتنوع الذي يناسب كل الأعمار وكل الفئات وكل أيضا المستويات الاقتصادية. الجمهور بمختلف أعماره بيقبل بالطبع على الطرب الأصيل، وده اللي شفناه امبارح من خلال حفلة كاظم الساهر، والنهاردة هيكون ممتد مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي بصحبة المايسترو نادر العباسي، والتذاكر خلصت بالكامل. الحقيقة أن مصر طول عمرها بلد الفن والفنانين والمواهب في كل المجالات. مرة تانية بنصبح على حضراتكم وصباح الخير يا مصر.